يعني اكيد مشاهدينا شفتوا كده معانا كيف المخرج سوى دخله جدا جميله ورومانسيه فعلا، يعني حب ازلي ما بيننا وما بين الاكلات الجنوبيه. في ختام حلقتنا اليوم اكيد لازم ناكل ولو حاجه بسيطه. معانا طبعا ام احمد اللي تميزت بطبخ الاكلات الجنوبيه وتميزت ايضا بتخزين الاكلات الجنوبيه، وعشان نعرف اكثر عن موضوعنا هذا اليوم راح اتكلم معاها. يا ضيفتنا في الاستوديو، اهلا وسهلا فيكي راعيه العسيري. اهلا وسهلا فيكم، نورتينا، حياكم الله جميعا. يا اهلا وسهلا. انه احنا نسوي اكلات جنوبيه حاجه معروفه، بس كيف نخزن الاكلات الجنوبيه؟ طبعا الاكلات الجنوبيه مشهور عندنا في منطقة عسير، الأكل الشعبي بجميع مناطق المملكة، طبعا الأكل الشعبي أو التراثي بصفة عامة جميع مناطق المملكة يشتهرون في الأكل التراثي. طبعا أنا أشارك في الجنادرية لأربع سنوات متتوالية في الجنادرية، فإلهام فكرة أنه يكون فيه أكل شعبي مغلف، خطرت الفكرة أنه مصنع سعودي، زرت المصنع واتفقت على أني أسوي أكلات شعبية مصنعة، رحبوا بالفكرة وسوينا عليها دراسات وبحوث ويعني جهد كبير إلى وصلت أنه الأكلات تتغلف وتتخزن. جميل. هذه هي طبعا الأريكة. انا اللي شدني راعية انه كيف ما غلفته انت التغليف هذا، بس في ناس تشك ساعات تقول لك انه انا باخذه وهي صلاحيته سنه زي ما حكينا تحت سنتين. طبعا العريكة سنتين، او اما المبثوثة 6 أشهر تقريبا لانه لبن، بس العريكة صلاحيتها سنتين لانه بس دقيق ومويه وبر، يعني مو في شيء بس ثاني. نكتها نفسها ولا تتغير؟ هذا سؤالي. النكهة نفسها، لانه اولا مسحوب الهواء منها، جميع المواد الحافظة لا يوجد فيها أي مادة حافظة فيها، فبالتالي ما تتأكسد المواد اللي موجودة فيها. أيوة. ما تتأكسد لأنه لا يوجد فيها مواد حافظة. دخلت فوق درجة غليان فوق 100 درجة، يعني تنطبخ جوات المغلف. في المغلف نفسه، ممكن نحطها في الميكروويف. خليني اخذ منك الطريق عشان هاخذ منك الظرف هذا وانا طبعا في الميكروويف. هنحطها في الميكروويف؟ لا، بدون المغلف. بدون مغلف يعني اقدر احطها في مويه تغلي؟ لا، يعني اذا انت تبغين الميكروويف تفكين المغلف تحطينها في صحن عادي وتدخلينها الميكروويف. اما اذا تبغينها في مويه مغليه زي كذا، طبعا هذه هي في المويه مغليه ينفك المغلف وخلاص على طول تاكلينه جاهز. انا شدتني عبير كيف حاطه جاهزه للاكل، مويه حاره، مويه حاره 10 دقائق وخلاص. أيوة. تاكلينه في الميكروويف. تعرفي هذا لمين يصلح؟ للمبتعثين. انا صراحه اصلا من هذا المكان، والله للمبتعثين. انا اصلا فكرت في هذه الفكره للمبتعثين، لسفارات المملكه خارج المملكه. صحيح، يشتهونا والله. يشتهونا فكرتك مره جميله راعيه، هذا اللي اكثر شيء فكرت فيه. طيب كيف شفتي اقبال الناس على هذه الفكره انه ممكن يشتروا اكل شعبي مغلف ومسحوب منه الهواء؟ والله كيف شفتي اقبال الناس؟ والله يعني رحبوا بالفكره. أيه. بعض الناس طبعا، وبعضهم لا، عارضوا انه كيف تجلس في مغلف. أيه. بس الحمد لله لقت استحسان كبير في الجنادرية، والآن ابتديت يعني أوزع إنه أكلات جنوبية. بدأت تبيعي يعني؟ أي، بدأت أبيع. لا، الآن ابتدى توزيعها، إني أنا استلمتها من المصنع ابتديت أوزعها حاليا. أكثر حاجة يعني فيها إنه طاقة السعرات الحرارية موجودة. أي، هي البطاقة يعني الغذائية. السعرات الحرارية موجودة مع رؤية المملكة طبعا 2030 انه تكون اشياء مغلفة بدون تعليب، بدون مواد حافظة. هذا الشيء الحمد لله اللي قدرت استطعت اني تمكنت عليه اني اسويها. طبعا الفضل الكبير طبعا اللقب اللي انا تلقبت فيه في سفيرة المطبخ الجنوبي. أيوه. السعودي كان الشيف التنفيذي فهد بخاري 20 سنة. طبعا بخليكم تكملوا حرفكم تعرفي، ولازم لازم اذوق عبير العريكه. ماني قادره صراحه. حطيها في عبير. شوفي عبير، لازم عبير رؤى. احد عبير ورؤى اكيد. ايوه رائد، تفضلي كملي كلامك، كنت بتحكي عن الشيف. فهو اللي لقبني بلقب سفيره المطبخ الجنوبي السعودي، وانا اتشرف بهذا اللقب. الحمد لله. تغليف المواد الاكلات الشعبيه، فالحمد لله اني استطعت اني اسوي حاجه جديده تخدم البلد
وتخدم خارج المملكة يعني كسفارات الطلاب المبتعثين. طيب خليني أسألك كمان، ضحت لك ثمن يا عبير؟ لا والله ضحت لك ثمن عبير. العلب هذه راعية، هي على إيش تحتوي؟ هل دي قهوة؟ قهوة جنوبية؟ طبعا من المنتجات اللي أنا أسويها. عبير تفضل. قهوة وبهارات. لا لا حط بعد. تحطي بعد. طيب حطي بعد. قهوة. قهوة وبهارات هذه أنا أسويها طبعا عندي. مشكلة ما طريقتي أنا. بهارات جنوبية. بهارات جنوبية. أوكي. يعني أنا أسويها. عبير والله كذا يكفي. شكرا. توقع. مرة يكفي. يا سلام. رؤى ما تبغي صح؟ بالنسبة لدي يا راعية عليكة. في البريك لكن ايش يعني هذاك الأبيض يشبه العليكة شوية، نفس الطريقة. نفس الطريقة بس هذا هذه نسميها عندنا طبعا في الجنوب مبثوثة. 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 طبعا هي بر ينطبخ فيه لبن. بر ينطبخ. شوفي أنا قد ما إن عندي صحبات كثير من الجنوب. طيب أنا اليوم هقول لهم إنه ما عمركم سويتوا لي مبثوثة. أوكي. حكينا عن المبثوثة شوية. طبعا حتى هي أكلة جنوبية مشهورة عندنا طبعا في منطقة عسير تحديدا المبثوثة، أما العريكة في المنطقة الجنوبية كاملة يعني تشتهر فيها. أكيد. لكن المبثوثة خصيصا منطقة عسير تشتهر في الأكلة هذه. في المبثوثة التصابيع عندنا طبعا، عندنا الخبز التنور. الخبز التنور حقكم. عندنا سلام أنا جربته لازم برضو المشغوثة في نفسها وحدة ثانية اسمها المشغوثة طبعا هذه يتميزون فيها عندنا في الشهري طبعاً. والله بيت الشهري زميلنا ماشي كمان يعني عادي مشهورين فيها وما قالوا لي وما قالوا لي عليها. المشغوثة. المشغوثة هي ايه؟ خبز التنور يا عبير. خبز كده يسوي برا لذيذ. لا لا مو خبزة، هذه ذرة. السميك شوية. لا 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 هي ذرة نفسها نفس الفكرة تنطبخ في لبن بس لا خبز التنور غير يا عبير. لا خبز التنور عندنا غير يعني. والله يلا عبير انا بس عندي سؤال اخير معلش حابين اسالك بسرعة بالعافية عليك. ايش في كمان اكلات شعبية ناوي تعمليها بنفس الطريقة اللي هي تكون مسحوبة من الهواء وبي ان شاء الله انا افكر انه يكون اكل السعودي بصفة عامة الشعبي يعني زي الجريش القرصان المرقوق روعة جميع الاشياء اللي تراثية انها تتغلف لان ما يكون صعب على اي احد انه يتناول وجبة مرة اهنيك ليش لانه هذه اللي يحتاجها المبتعثين المبتعثين يعني انا عشان كذا والله فكرت فيها لانه فعلا تلقينهم دائما يكلموا اهلهم مشتاقين طبعا هي مصرحة من هيئة الدواء المراسيع طيب ما تسوينا كل شيء والله يا ليت تسوين مراسيع حرام ما يحزنون دائما يدقون على اهلهم الو مراسيع اكيد اكيد الو مراسيع خطة اني انا ابتديت الان كنت من تصنيع شغلتين الآن إن شاء الله الخطة الجاية أني أصنع الأكلات بإذن الله بإذن كاملة. الله الله يوفقك يا رب ومصرحة طبعا من هيئة الدواء والغذاء معتمدة يعطيك العافية يعني من جد يعطيك العافية وتسلم يدك العريكة من جد لذيذة هزيد أنا شوية يعطيك ألف عافية أتمنى لك من جد التوفيق وإن شاء الله يعني إلى الأمام دائما في مشروعك وأفكار جديدة غير طبعا العريكة أكيد أكيد إن شاء الله يكون في أفكار أتمنى أنه يكون يعني في أحد يدعم يتبنى الفكرة هذه ويدعمها لأنه مش فكرة جدا رائعة رائعة أنه يكون في أكل سعودي مغلف يعني إحنا نعرف أن الأشياء المعلبة أو في المحلات التغليف مع تعليب بس هذه مصنع سعودي يعني الحمد لله المملكة الآن تطورت صار الأكل يعني أكل سعودي جميل. يعني انك تلقين اكل سعودي مغلف هذا شيء حلو صح يعطيك اتمنى لك كل التوفيق فعلا راعيه حاجه جميله انه احنا نبدا نفكر في حتى تراثنا وتقاليدنا بس بطريقه عصريه شكرا لتواجدك معنا اليوم وانا اشكركم جميعا اشكر استضافتكم مشاهدينا خلونا نطلع فاصل عشان نذوق المبثوثه